أتانا للتو خبر استقالة السيد شفيق سرسار ونائبه وعضو من هيئة الانتخابات، وهو خبر كالصاعقة، أنه دليل على لخبطة داخل جهاز الدولة في تونس اليوم، وهذا معناها مؤشر سيء. ليلة خطاب مصيري لرئيس الجمهورية، أو قيل أنه مصيري، فاليوم الوضع زاد تعقدا، ومعناها زادت المسؤولية على رئاسة الجمهورية أكثر، لأنه رئاسة الجمهورية هي المكلفة وهي الضامن الوحدة الوطنية. اليوم بالاستقالة هذه الانتخابات البلدية أصبحت مهددة، والمسار الانتقالي والديمقراطي أصبح مهدد، وثورة الشباب واستشهاد الشهداء أصبح اليوم، وكأنه فما إرادة لطي الصفحة هذه. اليوم نداء لرئيس الجمهورية أنه يرجع للمبادئ الأساسية لثورة 14 جانفي، وهذه صيحة فزعة وليس لتصفية حسابات، وإنما دعوة للحوار الوطني مؤكدة من أجل الخروج من المأزق الكبير الذي نعيشه، وبالخصوص منذ هذه الاستقالة اللي تعتبر خبر صاعقة سوف يعطل المسار الانتقالي ويشكك في الجمهورية الثانية، وهذا كل ما يحب شك فيه، وبالخصوص المنظومة القديمة التابعة لبن علي.